السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي أخ يعمل في أحد البنوك الربوية، قد تحدثت معه في هذا الأمر، ولكنه يعتمد في صحة عمله شرعيته على فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي مصر آنذاك، وعند عودتنا إلى مصر في العطلة الصيفية فإنه يدعوني وأسرتي إلى تناول الطعام في بيته، وليس له دخل سوى مرتبه من هذا العمل، فهل لي دعوة، هل ألبي الدعوة حرصا على صلة الرحم أم لا؟ وهل يجوز أن إعطاءه مبلغا من المال على سبيل الهدية بنية أنه إذا دعاني للطعام عنده أكون بذلك قد أكلت من مالي حفاظا على صلة الرحم؟ أفتونا وجزاكم الله خير. أقول إذا كان هذا الرجل صادقا في أنه اتبع فتوى هذا العالم وليس قصده تتبع الرخص فليس عليه إثم أصلا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا قد اقتدى بعالم وليس عليه شيء، كما لو أن إنسانا أكل لحم جزور وسأل عالم من العلماء يقول له إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فصلى وهو أكل لحم الجزور، فهل تبطل صلاته؟ لا. هذا الذي أكل الربا محتجا بقول عالم مقلد للفتيا ليس قصده الهوى واتباع الرخص لا شيء عليه. هذا من حيث عمل أخيه. أما الذي نرى فإن الذي نرى أن فتوى مفتي مصر في هذا الباب خطأ وغلط، وأنه لا فرق بين الربا الاستثماري والربا الاستغلالي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر طيب فسأل، فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال هذا عين الربا، وأمر برده. وهذا واضح أنه ليس فيه استغلال وليس فيه ظلم، ومع ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فالفتوى غلط. وعلى هذا فنرى أن أخاك ما دام يعين على أكل الربا ويكتب ويشهد به نرى أنه آثم وأنه يجب عليه التخلي عنه. لكن إن أصر وبقي وذهبت أنت إليه وأكلت مما عنده فلا بأس ولا إثم عليك، حتى وإن كنت تعتقد أن هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أكل من طعام اليهود، واليهود كما تعلمون أكالون للسحت آخذون للربا، ولم يسأل الرسول يقول هل تعاملتم بالربا أو لا، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يأكل ممن كسبه حرام ولا إثم عليه. ولكن لا تيأس أكثر من النصيحة لأخيك، لعل الله يهديه، وبشره أنه إن تاب فله ما سلف، كل ما كسبه قبل ذلك فهو له حلال، لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، لا سيما إذا كان مستندا إلى فتوى يرى أنها صحيحة.